في غفلة من الجميع. لا حديث في تويتر منذ 3 أيام سوى تسريب صوتي جديد، والمفاجأة أنه هذه المرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصوته فعلا الذي يعرفه الجميع. يتفق على بنود بيع قناة السويس المصرية إلى شركة صهيونية دون أن يطلع هذا الاتفاق على البرلمان أو الشعب أو حتى الجيش المصري. دعونا نستمع لأجزاء منه. كيف سيتحرك البرلمان المصري لمناقشة هذا الخرق؟ وما هي ردة فعل الشعب المصري على هذا التسجيل؟ هذا هو سؤال حلقة المصارحة مع المصريين ومن أجل التاريخ. من حوالي سنة تلقى الرئيس البولندي طلب من الإليزيه الفرنسي لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس ماكرون. مؤسسة الرئاسة البولندية وافقت، وما هي إلا دقائق وكان الرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس البولندي على الخط بيتكلموا في أسرار الدولة البولندية والعلاقات بين البلدين. انتهت المكالمة، وبعدها بدقائق كانت منصات رقمية موالية لروسيا بتذيع الأسرار دي. المؤسسة البولندية رجعت لقصر الرئاسة الفرنسي الإليزي بمنتهى الغضب، إزاي تسريب زي ده يحصل من عندكم؟ وكانت الإجابة هي الدهشة، لأن الرئيس ماكرون لم يتحدث لا مع نظيره البولندي ولا الإليزي تواصل مع ورثه. وخلال ساعات كانت المخابرات الأمريكية بتحقق في الموضوع مع مخابرات الاتحاد الأوروبي. وكانت المفاجأة أن روسيا تقف خلف الأمر، وأن روسيا طورت برنامج من عالم التزييف العميق الديب فيك. ما كانش مجرد تقليد لصوت ماكرون، إنما كان برنامج تزييف صوت فوري. الممثل اللي بيؤدي شخصية ماكرون كان بيتكلم بصوته عادي، والبرنامج ده كأنه فلتر بين ماكرون والرئيس البولندي، حول الصوت فورا إلى نفس نبرة صوت الرئيس الفرنسي. ومن بولندا لأمريكا، في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 صنع نشطاء موالين للحزب الديمقراطي فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيطالب فيه الأمريكان بالتصويت لصالح دونالد ترامب. الديب فيك بقت مشكلة أخلاقية حول العالم. الجديد إن الديب فيك للمرة الأولى يظهر في الشرق الأوسط، والهدف هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فالتسجيل الذي نشر عبر تويتر في الفترة الأخيرة بكل تأكيد ليس له علاقة بالرئيس المصري. إحنا مش بنتكلم عن كيان سري، دي قناة السويس اللي إيراداتها بتدخل خزينة الدولة يومياً، وبتضيف للاحتياطي النقدي المصري مليارات الدولارات شهريا. وسبق وتكلمنا في حلقة سابقة عن أكاذيب العقد المزيف اللي طلعوا الموساد والإخوان في الملف ده، وإنه مفيش حاجة اسمها رئيس الجمهورية بيتفاوض بنفسه في صفقات زي دي. اللي بيحصل في الترند ده نقلة نوعية مهمة جدا في أدوات المؤامرة، لأن دي حرب إلكترونية شاملة وواضحة وعلنية. الديب فيك المرة دي كان ضعيف وساذج، مجرد قطع كلمات قالها الرئيس في مناسبات مختلفة، وانت عارف انه ما اكثر المناسبات اللي تحدث فيها سيادة الرئيس، خصوصا انه تولى المسؤولية من 8 سنين، يعني في مكتبة فيديو وصوتيات كاملة جاهزة للقص واللزق بالديب فيك. قطعوا كام كلمة للرئيس السيسي وجمعوها مع بعض بشوية شغل بالديب فيك، التزييف العميق. وهكذا حضرتك بقى قدامك شريط صوتي للرئيس المصري. تعالوا نشوف ازاي تم قطع واستخدام بعض الجمل دي. الصندوق الاستثماري بتاع هاي قناة السويس هينعكس انعكاس على الامن القومي بشكل ما تتصوروش. أنا لقيت رد فعل إيجابي جداً. الفكرة بتاعت البنك الدولي مع
من جانب سواء من البنك الدولي أو من المؤسسة التمويل اللي بتكلم عليها ديت. النقلة النوعية دي في أدوات المؤامرة بتنبئ بأنه الفترة اللي جاية هنشوف من ده كتير، يعني مش هتبقى آخر مرة. بالعكس، المرة اللي جاية بل كل المرات اللي جاية هتبقى أكثر احترافية وهيتعلموا من أخطائهم. المرة دي كانت جس نبض، قياس للرأي العام، بيشوفوا الناس صدقت ولو بنسبة أو إيه النظام. المرات اللي جاية هتبقى أكثر احترافية، والفترة المقبلة هنشوف سيل من تلك التسجيلات المصنوعة المزيفة. والغرض هو كسر جسر الثقة بين الشعب والدولة. المسألة مش مسألة شخص، المسألة مسألة مشروع لازم يتضرب، مشروع ما كانش حد عايزه يصعد، ولما صعد بعد ثورة 30 يونيو 2013 بقى المطلوب انه لازم ما يكملش. فالحدوتة ليست شخص الرئيس، ولكن مشروع السيد الرئيس. المشروع الإصلاحي الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي هو ده المستهدف. مصر هي الهدف، ونقطة الصفر هي انتخابات الرئاسة 2024. وأقول لك مستقبلا هم محضرين كم اسم لطرحهم كبديل، ومقدما أقول لك مفيش أي اسم فيهم ينفع، زي ما حصل سنة 2011 بالظبط. قالوا لك المرشحين كتير ومصر 100 مليون، وكان في 30 اسم صفصفوا على حوالي 12 اسم، وبالتجربة اتضح إن كل الأسماء غير فاعلة وفاشلة. وده الغرض، تنصيب رئيس فاشل وعميل يوقف المشروع الوطني الإصلاحي، ونرجع للمربع رقم صفر، ونرجع لسنوات الاضطرابات السياسية والفوضى والإرهاب. الرهان هنا مش على مؤسسات الدولة أو الإعلام أو غيره، ولكن ألم يحن الوقت يبقى الرهان على وعيك عزيزي المشاهد؟ هل يعقل إن كلام ساذج في فيديو مزيف ومفضوح زي ده ممكن مثلا يدخل عليك؟ هو اللي حمل بلد في 2013 و14 هيبيع دلوقتي ليه؟ ما كان باع من الأول للأمريكان، ولا نصص مع الإخوان في 2013 ونزل سفلة ميدان التحرير بالدبابات في 30 يونيو زي ما أوباما كان عايز وإحنا رفضنا؟ فإحنا لا حنبيع ولا حنتنازل ولا ينفع أصلا في أي ملف يحصل الهراء ده، لأنه الاقتصاد دلوقتي ما عادش ملفات سرية، بقى عالم مفتوح أمام مؤسسات دولية بتراقب وبتكتب تقارير وبتتكلم، وبالتالي الدولة هي اللي بتعلن أولا بأول عن كل شيء، عن ديونها وعن حجم الاحتياطي وعن توفر الدولار وعن الاستثمارات الأجنبية. مفيش حاجة زي بيع قناة السويس أو أي مساس بيها ممكن يبقى سر، وأي كذبة جاية في الطريق نفس الشيء. هو اللي صرحك بعمليات الإرهاب وبالأزمة الاقتصادية ومشاكل تانية، واللي عالج البلد من فيروس سي والإرهاب وخفض نسب البطالة لأقل نسبة في تاريخ مصر، وحقق أعلى احتياطي نقدي في تاريخ مصر بالدولار، وتحولنا إلى دولة عظمى في عالم الغاز. ده هيجي ويبيعك ليه دلوقتي؟ خلي بالكم علشان ده إنجازكم ومشروعكم، ده بتاعكم أنتوا. هو مين اللي تعب وضحى علشان الاستقرار الأمني ده، علشان استقرار الجنيه أمام الدولار وتوقف صعود الهستيري للدولار، علشان نبقى وطن مش دويلات، والمنطقة دي تبع للإخوان، ودي تبع للجيش الحر، ودي للقبائل، ودي للعشاي. انت بتحمي نفسك بانك تبقى محترم عقلك وكرامتك لما ما تصدقش الزيف ده. حرب الوعي دخلت عصر الارهاب التكنولوجي، حرب المعنويات دخلت العصر التقني، الديب فيك، التزييف العميق هو سلاح العدو الفترة اللي جاي. نقطة اخيرة خد بالك منها، انت قدام شغل اجهزة ودول، ده مش شغل مطاريد وغلمان ولا حتى اخوان او تنظيم دولي. الفيديو اللي نزلوه ده في تصوري أخذ على الأقل شهر شغل وأكثر من 10 أفراد شغالين عليه علشان يتفرجوا على كل لقاءات الرئيس، ويجيبوا الكلمة دي والرقم ده ويحطوا ده كله جنب بعض بقص ولزق، وفي الآخر يكون لك الجملة اللي هو عايزها. ومن ساعة ما نزلوا الفيديو لحين كشف زيفه كانوا في قمة سعادتهم وعمالين ينشروه، والجلالة واخدهم قوي وفاكريننا نايمين على ودننا، وبيقولوا لو عندكم كرامة ورونا هتردوا إزاي. النقلة اللي حصلت دي من فبراير الحالي على تويتر ده شغل أجهزة دول. خلي بالك مين عايز يسرحك في لجانه من غير ما تحس، دي مخابرات أجهزة أجنبية.
خلي بالك مين متسرح في لجان المخابرات الأجنبية دي، إخوان ومدعين معارضة ومعاهم نشطاء إسرائيليين وعرب شغالين رسمي مع مخابرات أجنبية ضد بلدك. وبالتالي احنا مش بنبالغ لما تكلمنا سنين وسنين انه اللي بيحصل ده مش أنشطة للمعارضة وفقط، ولكن دول عملاء، دي عمالة لأجهزة أجنبية، دول أدوات العدو. حفظ الله مصر من كل أهل الشر وكل أدوات أهل الشر، وجعل مصر كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.